اهلا وسهلا فيكم جميعا بحلقة ممتعة. أول شيء شفنا النار عندي، بعدين كبة أو خلينا نقول لحمة مدقوقة محشية جبنة على الفحم أو على الحطب. بس بالأول رح نبلش بسلطة عدس مع الجمبري مع الكروفيت مع القريدس مع شو بيسمون كمان شريمس، أوكي، بس الصغار البيبي. وبعدين وصفة كل العالم بيحبوها بالدول العربية وخارج الدول العربية، حلاوة الجبنة مع القشطة يا ماما. يلا رح نبلش هلأ بالمطبخ، أكيد بالعدس سلطة. وهون عنا العدسات صاروا جاهزين. إذا هلأ هيك منفوت بالكاميرا على قلب العدسات ما فينا، أوكي رح نعمل هيك. يا سلام يا سلام على عدس اللي انا هلا هون عم ينسلق بطريقه حلوه. رح ننطر شوي ونجي لهون تنشرح هيك ليش عدس. فيكون مش عدس، فيكون حمص، فيكون برغل، فيكون كسكس، فيكون كينوا حمراء، فيكون كينوا بيضاء، يعني فيكون اي نوع من الحبوب حتى القمح. ليش شريمس هيك؟ اجى عبالنا ندخل ثمار البحر اليوم او نوع من ثمار البحر، نوع من السيفود، نوع من الفرويدا مير مع نوع من الحبوب اللي هو العدس. طيب عندي اكيد من الشريمسات، خلينا نشوفهم اللي رح نعمله شغله كثير حلوه. رح فرجيكم هون اكيد العدس كلهم بدنا نستعملهم مع الشريمس، يعني مع البيبي شريمس. شوفوا شو رح يصير. انا هودي هني البيبي شريمس كلهم سوا، رح دخلهم بقلب المي. طلعوا قديش؟ لانه هلا العدس عم يطلع فيه حبوب العدس، ما عندي مشكله لانه العدس مستوي والعدس رح يدخل بقلب الوصفه، سو ما عندنا اي مشكله. احلى ما نروح نوسخ شو اسمه طنجره ثاني، اوكي؟ هي كمان بنكون انبسطت كمان المدام اللي عم تحضرنا هلا انه خي شيف شادي خفف علينا جلي. طلعوا شو حلوه هون هيك، وطوا النار وحطون على البخار تيك تاك تيك تاك. طيب شو بده يدخل معنا بقلب الوصفة؟ أول شيء سكين يا شيف. رح ناخد من هالخضرة اللي جايبين لي إياها هيك اليوم أو اللي جبتها اليوم من الطبيعة، بصل، جزر، كرابس. رح نقطعهم كلهم سوا ورح يدخلوا معي بقلب الوصفة. طلعوا كيف ها؟ هلا إذا استعملنا سائق مثل هيدا للسلطة ممكن الكتار يقولوا انه لازم نقشره قبل، مزبوط فيكم تقشروا، كما اذا معكم سكين فينا نعمل هالطريقه. طلعوا يعني فينا نحن ما نقشرهم بمقشره، اوكي؟ طلعوا كيف؟ شفتوا كيف؟ هيك بيكون طلع عنا يا حلوين يا مشاهدين يا احبائي، صار عنا مثل كانه قشرناها. معي حق ولا ما معي حق؟ معنا حق، شلنا على جنب، كمان نفس الموضوع. شلنا عندنا الجزر نفس الموضوع، طلعوا ها هيدي بصلي هيك شلنا قصيناها بالنص، بدنا كمان البصله تكون شرائح. يا شادي بصل، جزر، كرافس، وانا عندي هون الثوم، هيدا كله بده يدخل معي كمان بقلب السلطه اللي هي عباره عن حامضه. واو قطع هيك يا شيف. هون عندنا، طلعوا شو حلوه. هلا بدي اعمل هيدي الحركه الحلوه، رح جيب انا هون عندي احترقت ايدي، انتبهوا، جيب عندنا هالقريتسات الحلوين. طلعوا عصير الحامض، يا سلام هيك كمان بيتشبع كمان هالقريتسات، بيتشبعوا هالحامضات الحلوين. حتى لو طلعت بذره بقلب الاكل ما تعتلوا هم.
نرجع كمان، واذا ما بتكون فينا نعمل هيك بنحط ايدنا هيك، طلعوا كيف الحامضه بالطريقه، وبعصر وين بتروح البذره بتضلها بايدي، بس حتى لو طلعت بالاكل ما في اي مشكله. هيدا الحامض كله سوا موجود، حطينا القريتسات مع هالعدسات كلهم سوا عليهم كلهم. يا سلام طلعوا شو صار، القريتسات مع الكرافس مع الجزر مع البصل. رح ناخد كمان يا شيف شادي شغلة حلوة، رح نزعبر شوي. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 ديتشي. رح ناخد شوي صغيرة من الكزبرة، ناخد هيك نفرمه الناعم هالكزبرات، وبينزلوا هالكزبرات الحلوين على السلطة. يلا أنا هون بقول نجي لهون يا شيف شادي، ناخذ هالعدس. هيدا العدس هون انا كمان حطيت بقلب العدسات وحده بطاطا، انا رح استعملها بعدين كمان انا لوصفه بتعقد. اوكي اكيد البطاطا لمعلوماتكم اذا في قشر عليها من فوق يعني مقشره وفي ملح بقلب المي ما بتفسخ، يعني ما بتفلش البطاطا، بتضلها محافظة وما بتشرب الطعمات اللي موجودة بقلب المي. تذكروها أو تذكروا هيدا السر. بيت يا شادي هون شو عم نعمل؟ هون عندي فريدو يعني هون بارد، هون عنا شو؟ كالدو يعني عنا هالعدسات السخنين مسلوقين. يا سلام يا سلام، زيت الزيتون بعقد. منروح كمان على الملحات، الفلفلات ما بدنا اكثر من هيك، حامض شو بدك تحطه؟ حطينا كزبره خلاص، اعطيناها الطعمات اللي كزبره وملح وفلفل، وحطينا كمان زيت زيتون وحامض بكفي. يلا يا شيف الخلطه الحلوه، والصحن كمان قدامنا هيدا الصحن الابيض اللي راح نحط فيه هالسلطه الجميله. اوه يا سلام اللي راح نعمله، راح اجي اسكبها هون حتى شو؟ حتى بعدين حط الصلصه عليها، راح تشوفوا كيف. لكن هون شو صار؟ الزوم تبع الصلصة نزل بقلب الجار اللي راح أعمله أنا. نجي نبلش نسكب بالطريقة ما بيطلع لنا زوم أو المي أو الحامض بقلب الجار من أول ما بنسكب، يعني نحن بنعمل هيك بنحضر حالنا، بيكون هالسلطة كمان شربت الحامض القريتسات الجزرات الكرافسات، جمع كرافس كرافسات. طلعوا ها لقوا شو حلوه، عم نحطهم هيك على مهلنا مشان يطلع المنظر جميل. خلينا نشيل هيدي هون هيك نحطها هون، لقى المنظر الجميل شو حلو. رايت هون على الراس هيك يا شيف شادي، بناخذ الصلصه هيك بهالطريقه قبل التقديم دغري، لقوا شو هالحركه الحلوه. هيدا كمان الصوص من فوق، وبتلاحظوا انه السلطه بتبلش تلمع عنا بطريقه حلوه، عندي من النعنع عندي من الحبق كذا هون يا شيف شادي، البقدونسات الحلوين. وبنجي بنقول هيدي وصفتنا كمان لليوم، سلطة صارت جاهزة اليوم لحلقتنا، فنحطها هون مع ليل تحت الشمس. بس كلنا عارفين انه نحن عم نعمل بكل حلقة 3 وصفات. أحبائي أهلا وسهلا فيكم بكل وصفة من وصفات الشيف شادي. اليوم كبة بطريقة شوي صغيرة هيك مختلفة، أو كباب بطريقة مختلفة، محشية جبنة، وبدنا نشوية من على شو؟ على الحطب على الفحم، وهيك رح نقصن والجبنة بتنزل منهم، وصفة رائعة بتجنن. شو بدي؟ أول شغلة بدنا لحمة، وأودي اللحمات من البراد يا شيف شادي. وعندي شغلتين، أو لازم أقول شغلتين، ما عندي لازم واحد، أو نجيب لحمة مفرومة ناعمة دورين، يعني منقول للحام أو نحن بالبيت منفرمهم دورين، أو منقول له عطينا لحمة مدقوقة للكبة. نحن بالدول العربية عنا هيدي المكنة بتحطوا فيها اللحمة المفرومة،
بحط فيها تلج كمان، بتصير لحمه هيك لونها هيك روز بتعقد، اوكي، للني او للكبه، اي نوع من الكبه. بس انا فيني استعملها كمان مثل ما قلت، لحمه غنم، لحمه بقر، لحمه ماعز، اللي بدكم اياه، مفرومه ناعمه دورين. كيت لك عنا اللحمه هون يا شيف شادي، واللي راح يصير هو التالي. واحد، عندي كمان قرص بطاطا عم ينسلق. كيف صرنا؟ منيح. هذا القرص البطاطا جبناه لهون هيك عم ينسلق. نحن بالطبيعة يا شيف شادي، ومع أن الهراسة، مع أن المطحنة، مع أن الأدوات الكهربائية اللي عم نشتغل فيها، طلعوا منقشر بهالطريقة هيك ومنقول هيك، طلعوا كيف تبو سخنة، إذا كان هيك في أسود منشيله كله سوا، منكفي. واو، شفتوا كيف بتقشر معنا بسرعة لأنه سخنة، رح أعملها كلها قدامكم. معليش، هيدي كمان مش علومية بس من الطرق الحلوة اللي نحنا فينا استعملها، ومنحطها هون على الخشبة. شيلي هيدي يا شيف شادي، ومنجي عليها تطلعوا. ها هيدي نحنا جينا قطعناها، من بعد ما قطعناها لهالبطاطا، أو جيبوا إذا بدكم ها قطعوها صغير، نجيب شوكة يا شيف، قطعها صغير للبطاطا. وهلأ بدنا نبلش ندق البطاطا ونخلط البطاطا مع اللحمة. عندي البطاطا هون كانت سخنة كتير، صارت سخنة أقل، بحط لها الملح أنا هلأ، وبحط لها الفلفل، وبحط لها كمان من جوز الطيب هون هيك. ومنجي بين ما كنا هرسناهن شو بيصير؟ طلعوا، بيكونوا بردوا معنا. وهلا رح تشوفوا هيك على الخفيف كيف الشيف شادي بده يهرسهم كلهم سوا. طريقة كمان حلوة لك البطاطات كلهم كلهم كلهم، يعني أنا هلا بقول واحد اثنين ثلاثة بدكم تلاقوا هالبطاطا كلها مهروسة، ثلاثة مهروسة. وهودي البطاطات صاروا جاهزين، طلعوا شو حلوين. شيف شادي أكيد عم يحكي اليوم عن الكبة، رح آخذ أنا اللحمة، أوكي، بهالطريقة، وبقول واحد اثنين ثلاثة. أوه سطور، منبلش. أوه طلعوا كيف السطور الجميل بهالطريقة الحلوة هيك. خلي اللحمة هالمفرومة تصير عن جد كلبة بكل معنى الكلمة. طلعوا يعني انا صار لي كمان اكثر من 10 دقائق قاعد كمان عم خبط فيهم، تصاروا بهالطريقه الحلوه، تطلعوا صار كانها كبه بتعقد بتجنن يا شيف شادي. حبيت اللعبه. طيب من بعد ذلك اللي بدنا نعمله هو شغله كثير حلوه. انا عندي من ورق النايلون تبع اللحام، شيل هيدا يا شيف شادي هون الرخامه ونحطها هون، هلا بنستعملها بعد شوي. بنحط نحن هالورق هون النايلون، وبناخد نص هالكمية، بنحط نص الكمية هون، شايفين؟ وحدة تانية فوقها، أو بتعرفوا شو تنعمل هيك شغلة حلوة، حط هودي هون هلا بنستعملهم، وحدة تانية كمان حدا، بناخد الكمية التانية بنحطها كمان هون، بناخد ورقتين تانيين، وحدة هون هيك يا شيف شادي، وحدة هون هيك كمان يا شيف شادي. عندي هل شوبك، منشيل كمان الرخام التاني او منقدمها لقدام، ومنجي على الشوبك، طلعوا كيف بس هيدا كمان اولادكم في يشتغلوا معكم هالوصفة، طلعوا شو حلوين، قد ما بدكم فيكم ترقوها. منقول أنا عندي مقطع، أو إذا عنا كباية، أو إذا عنا أي جاط صغير، أي بول، وتطلع بالمطبخ هيدي منيحة، حبيت الموضوع. لقوا كيف؟ اثنين ثلاثة، لقوا كم واحدة بيطلع عنا؟ أربعة، حسب قد بدنا إياهم كبار. طلعوا شو حلو. وهلا أنا عندي هون اللعبة إنه نجي نعمل الحشوة. هلأ شو هي الحشوة يا شيف شادي؟
انا عندي هيدا الجاط يلي خلطنا فيه اللحمه بالاول، طيب انا الجبنه وين بدي احطها؟ بقلب اللحمه، يعني فيني استعمل نفس الجاط. سو اذا كنا نحن على الطبيعه ما عندنا مشكله بهيدا الموضوع. بناخذ واحد ملعقه منقول للموتزاريلا اهلا وسهلا، جبنه موتزاريلا هون نروج شوي. يا شيف شادي عندنا يا احبائي جبنه بيضه قابله للدهن، بنروح على النعناع اليابس عليها، على هالبابريكا الحلوين، ومنقول توم جرن التوم. طلعوا شو راح يصير، بيجي بحط عليهم شويه ملح، بس بدنا حص توم واحد، وبيجي بيستاري يعني مندق التوميت. خلص انتهينا. وبناخذ نحن التوم مننزلهم بقلب كمان هالحشوة الحلوة، ومنروح على خلط كمان الحشوة كلها سوا مع بعضها تيفوتوا كلهم مع بعضهم، يعني بهالطريقة. ها واحد اثنين ثلاثة، وهيدي أنا عندي صارت الحشوة جاهزة يا أحبائي. لكم شو بنعمل هون؟ هيدي هون يا شيف ما بنحط كمية كتيرة، ما ضروري طلعوا، لأنه الجبنة بعدين راح تدوب كلها سوا. واو هيدي كمان هون ثلاثة أو أربعة، عندي خمسة وعندنا ستة. لكم شو حلوين ايدينا يا شيف. منبلش أول وحدة مننيمها أو منحطها فوق الجبنة، صارت شغلة هينة كتير. طلعوا نرجع على التاني، لا اعملهم بسرعة اوكي. ها اثنين، هيدي ثلاثة هون، ولا اهين من هيك، وهيدي اربعة، وهيدي خمسة. اكيد بيطلع معنا اكتر، بس نحن كونه انا لوحدي عم باكل سو ما في عندي مشكلة. طلعوا شو عم بيصير، واو خلاص كمشوا على بعضهم. منشيل اللحمة كلها سوا، يا سلام هون، وبشتغلها أنا. هيدا واحد منقول، ها هيدي وحدة جاهزة صارت، وهون كمان اثنين صاروا جاهزين، ولا بدنا نروح على الشوي لأنه الفحم عندنا هون صاروا جاهزين هونيك. جاهزين أوكي، ما لازم يكون في نار، ما لازم تكون النار كتيرة. ها واو واو الفحمات بعقدوا. يلا واحد، وبناخذ نحن تبقى هون حطينا الزيت، واحد اثنين ثلاثة، طلعوا شو حلوين. ها حط هيك بتعقد، بنروح على واحدة ثانية فينا نشيلها أكيد بإيدنا، بس كمان فينا نشتغل بهالطريقة. طلعوا شو حلوين، 99 100. أوف تحت الشمسات شو حلوين، طلعوا شو حلوين، بيعقدوا بجنني. أنا رح شيلهم من هون رح حطهم في شغلة هون ما لازم نعملها، الرخامة كنا حاطين عليها من هيدي الميلة. شو حاطين؟ حاطين عليها اللحمة نية، بنقلبها من تاني ميلة يا شيف شادي، نضيفة بتعقد. وهلا هيدا واحد شلناها، وليكو شو حلوين هون. هلا نرجع بنشيل التاني، واو هلا بناخذهم كمان على المطبخ مشان نقدمهم. هيدي التالتة هون بعقدوا هيك كمان، بتعزموا أصحابكم هيك بالبرية على الطبيعة، بتعرفوا شو بينبسطوا. طلعوا الجبنة، طلعوا الجبنة شو حلوة اوكي. واو هلا بتشوفوها كمان بالصحن هونيك، ويلا كلنا سوا على المطبخ يا شيف شادي. جيد. طيب الكتار منكم هلا بيكونوا عم بيقولوا انه يا شيف شادي نحن ما عنا الجمر والفحم وكانون الفحم، فينا نحطهم بالفرن، فينا نعملهم على الجريل العادي، ما في اي مشكله. هاو عندي هالصحن الحلو هيك، بابريكا لونه كله سوا بهالطريقه. رح ناخذ من البصل الاخضر يا شيف شادي السكين الحلو، قطع هيك البصل الاخضر، ونبلش نقول. رح اقطع لكم وحده قدامكم، هيدي وحده هون. هيدا هو طبقنا،
بيعقد بجنن اكيد. فينا نقدمه مع البطاطا حدو، فينا نقدمه مع اي سلطه. انا اليوم اوكي قدمته مع البصل الاخضر، يعني هيدي هالكباب ولا اطيب من هيك. اكيد اذا كنا هيك بالبيت فينا نعملها بعد اجمل واجمل، وفينا نقدمها مع شو ما بدنا. أحبائي أهلا وسهلا فيكم بوصف اليوم ممتعة، حلاوة الجبنة بالقشطة على الطبيعة مع القطر وزهر الليمون والفستق الحلبي. أول شغلة بالنسبة لحلاوة الجبن، عندي من جبنة الموتزاريلا وجبنة العكاوي تشيكي بس الغير مملحة. يعني اللي رح أعمله هو التالي، أنا عندي جبنة عكاوي تشيكي رح ابرشها حتى لو مالحه شوي، وبتعرفوا الموتزاريلا كمان ملحه كتير قليل. طلعوا كيف انا هون عم ببرشها بهالطريقه، وهلا بروح على الموتزاريلا. وفيكن كمان ما تستعملوا الموتزاريلا، فيكن بس تعملوها مثل ما بيعملوها كل العالم اوكي، بس بالعكاوي تشيكي. انا كمان ضعت لانه انا رح اعملها باثنين، وهيك بتشوفوها كيف تطلع معنا كمان اليوم. طلعوا كيف هيدا كله هون يا شيف شادي مبروش. وعندي الطنجرة على النار نجيبها بعد ما حطيناها يعني، ها، وننزل فيها كل الجبنة كلها كلها. ويلي طب حطها أول شي على النار ونشرح، حطيناها على النار هيك ملعقة خشب، وهلأ بدنا نشرح. يلا يا شيف شادي هون نار ولعة، منضل نحن نحرك حتى الجبنة تدوب كلها سوا. يعني بعتقد يعني ها نوعا ما فينا نقول راح تبلش. يا سلام، بعد ما خلصت يعني حتى اذا في عنا بقلبها شوية مي ما تعتروا هم. شو راح يصير هلأ يا شيف شادي؟ أول شي بنوطي النار، جبنة العكاوي يا سلام يا سلام شو حلوة. يا ريت ما انتهينا هون، بعدنا ما بلشنا. يلا يا شيف، واحد منروح بالسميد الناعم بقلبها، أو إذا بدكم كمان طحين الفرخة يلي بده، بس مش طحين عادي. حرك شو بيعمل هون؟ بلشنا نعمل هون عجينة، هيدي العجينة يا سلام، هيدا العجينة أو هالسميد شرب لنا المي أو المواد الزيتية خلينا نقول الموجودة بقلب جبنة كمان العكاوي. يلا يا شيف شادي هون، وهلأ أنا فيني زيد شوية قطر عبارة عن المي والسكر، يعني الشيرة شراب السكر كلنا بنعرفه للقطرات. ويا سلام هون هيك تنعرف إذا كمية السميد صارت اوكي. خلينا نشوف يلا هلا اكيد على النار دقيقتين ثلاثة على النار، وصارت عجينة حلاوة الجبن جاهزة. وهيدي العجينة صارت نوعا ما جاهزة، اللي ناقصها هو يلا يا شيف شادي شوي صغيرة من مي الزهر. يا روايح طبيعة، مي ورد ونقطة مي ورد على الطبيعة، حلوة هيك. شو بعد؟ الملعقة هون، نحرك هيك آخر تحريكة ومنحس إنه صارت العجينة جاهزة. أي متى؟ وقت اللي منحس انه بطلت تلزق بالقعر تبع الطنجرينه، بس نحس عليكم ها عم تنشال عن القعر. واو شو حلوه، خلص العجينه نوعا ما صارت جاهزه. شو راح يصير هلا؟ بنجي على الطاوله بنحط قطر على الطاوله، طلعوا كمان راح استعمل ايدي قطر على الطاوله، والطاوله انا عندي اياها نظيفه. طلعوا شو حلوين،
هذا القطر حتى ما تلزق عند العجينة. وبإيدي يا سلام طولي هيدي قطر هيك. وكمان منجي بالعجينة يا شيف شادي ومننزل واحد اثنين ثلاثة. هيدي العجينة تبع حليبة الجبن صارت جاهزة تنقدر نمدها. خلصنا طفينا. تنقدر نمدها كمان بدنا نحط عليها شوية قطر. منحط على ايدنا شوية قطر منروح على الشوبك. هيدا الشوبك رحنا عليه كله سوا دهناه بالقطر مثل كأنه دهنا الحلاوة من فوق. وتطلعوا شو عم بيصير يا سلام. قد ما بدكن ها هيدي العجينة بلشنا نمدها. اوهو شفتوا بلشت تلزق من جديد. هلا صار فينا نعمل هالحركة إذا بدكن هيك بيعملوا كمان هالحركة فينا نعملها. تطلعوا ها هيدي الحركة فينا نعملها. نرجع ها عقد ويا شايف شادي. منقول نحنا بدنا نعملهم كبار بدنا نعملهم صغار. وفي عنا حلاوة الجبنة يلي مشلشة. شو معنى مشلشة؟ مشلشة يعني جاي من شلل يعني مش شلل يعني واحد مشلل قصدي انه مشلشة. اوكي يعني اذا كان طلع معنا شي قطعة مش حلوة انا رح اخد السكين رح اقطع هيك. هول مش حلوين نعملهم هيك مش حلوين. نعمل حالنا مش حلوين كمان نعمل هيك مش حلوين ونعمل هيك مش حلوين. هودول مش حلوين طلع وحده اثنين مش حلوين مع انه هني حلوين. ثلاثه مش حلوين اربعه مش حلوين وهيدي خمسه مش حلوين. طب الباقي حلوين شو بعمل؟ منروح بدنا نعملهم مستطيل تنحشيهم. عملنا هيك وعملناه هيك وبنرجع واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة. قشطة يا شيف شادي هون القشطة. هلا بدنا نستعمل الاثنين. بلشنا بالقشطة ومنروح قشطة على العجينة مثل ما هي. وفينا كأنه عم نلف ساندوش هيك. طلعوا كيف؟ ها؟ حط القشطة صار عندنا ياهن مبرومين حلوين. فينا هيك نقدمهم بهالطريقه اذا بدكم. فينا كمان نجي كمان نسكرهم من الميلتين كيف يعني. يلا يا شيف قشطه طازه يلا. وفينا كمان نحشيهم بقلبهم اذا بدكم شويه سنوبر بقلبهم اذا بدكم فستق حلبي مدقوق. انا اجتني فكره احط شويه سمسم بقلبهم يلي بده. ها لقوا كيف متعجه من هون يمين متعجه شمال. طلعوا يمين شمال وبعدين منلفها بتكون طلعت شو؟ طلعت صغيرة. طلعوا كمان بنرجع وحي تاني. زهر الليمون كمان عملنا هيك اربع قطع. صحيح مختلفين بس تنعطي هيك فكره سريعه عن الموضوع. واكيد من الفستق كمان الحلبي رح ندقهم شوي. واو وهيدا كمان الفستق الحلبي عليهم من فوق. هيدا واحد. اما اذا انا بدي اعملهم بطريقه كمان ثانيه هيدا صحن فينا نعمل هيك. ناخذ القشطه نحطهم بالصحن منجيب المقطعين اللي ضلوا على جنب ومنقطعهم نقطعهم مثل ما قلت قبل هيك شلل وطوال. طريقه جميله حلوه طلعوا كيف ها. ومنحطهم عليهم من فوق. يا سلام يا شيف الفستق الحلبي رح حطه قبل زهر الليمون. زهر الليمون وهيدا شراب السكر يا سلام.
عملنا كمان صحنين حلوين، فكرتين بعقده سريعين. وانت كمان يا صلصة العدس او سلطة العدس مع القريسات لهون، عندنا كمان الكبب محشي جبنة، وهودي عندنا كمان حلاوة الجبنة مع القشطة مع القطر مع زهر الليمون. دايما على الطبيعة، برنامج بيطوش بيعقد بجنن. باي.